أبو عبد الرحمن تفضل بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة الشيخ، أنا نذرت نذر أنني أنحر جملا إذا تم تعييني في مكة المكرمة، وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعييننا معلمين، وعينت الوزارة مؤقتا في مكة، ثم بعد ذلك نقلت، هل يجب علي الوفاء بالنذر؟ جزاكم الله خير. نعم، يجب عليك الوفاء بالنذر لأنك علقته على شيء وحصل، وهذا النذر يكون عبادة وشكرا لله عز وجل، فيجب عليك الوفاء به. نعم.